الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وأهله أهل الوفاء والصفاء. كل عام وأنتم بخير. شهر رمضان المبارك، التراويح، الخلاف والجدال في المساجد. دخل إنسان يصلي فوجد الإمام يصلي التراويح، صلى العشاء ثم التراويح ثم صلاة الوتر. الوتر بالكسر أو الوتر؟ الوتر بالكسر، الوتر بالكسر معناه العدد الفرد، وقيل بالفتح أي العدد، وقيل الوتر الكسر لغة الحجاز والفتح لغة تميم. هذا هو تعريف الوتر. أما الأسئلة والخلافات التي تأتي إلينا، دخلت أصلي فوجدت الإمام يصلي ثلاث ركعات متصلات ليس بينهما تشهد. دخلت أصلي فوجدت الإمام يصلي ركعة واحدة. دخلت أصلي فوجدت الإمام يقنت في الركعة الثالثة. دخلت أصلي فوجدت الإمام يصلي ثلاث ركعات ثم يدعو في الثالثة. دخلت أصلي فوجدت الإمام يصلي ولا يدعو في الوتر. كل هذه أسئلة تدور حول صلاة الوتر، وإن شاء الله سنتعرض في هذا الفيديو القصير، كلها أسئلة سهلة وبسيطة إن شاء الله، والإجابة عليها بإذن الله والأدلة على ما نذكر بتوفيق الله وعونه لا تتعدى إن شاء الله دقائق قليلة. الوتر كما عرفناه هو بالكسر وهو العدد. فما هو حكم الوتر؟ وما هي كيفيته أو صفة الوتر؟ وما هو وقت الوتر؟ وما هو الدعاء أو القنوت في أي ركعة منه يكون وفي أي وقت؟ أولا، الوتر بالكسر كما عرفناه. الحكم للوتر هذا كما ذكر الإمام أبو حنيفة وقال بأنه واجب. الوتر عند الحنفية عند الإمام أبي حنيفة واجب. أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومعهم أبو يوسف ومحمد من الحنفية بأن الوتر سنة. فما هي كيفيته أو صفة صلاته؟ كيفيته كما ذكر الحنفية وقالوا بأنه ثلاث ركعات كصلاة المغرب، لا يسلم بينهن، يقرأ في جميعها ويقنت أي يدعو في الثالثة قبل الركوع، ويرفع يديه ثم يكبر ويدعو. إذن كيفية هيئة صلاة الوتر بالكسر عند الحنفية كصلاة المغرب ثلاث ركعات لا يسلم بينهن، يقرأ في جميعها ويقنت في الثالثة قبل الركوع ويرفع يديه ويكبر ثم يقنت. هذه صفة عند الحنفية. وأما المالكية، الإمام مالك رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث ركعات يفصل بينهما بسلام. الإمام مالك استحب أن يوتر
الفرد أو الشخص يوتر بثلاث ركعات يفصل بينهما بثلاث، أي يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة. الإمام الشافعي رحمه الله قال: الوتر ركعة واحدة. الوتر ركعة واحدة عند الشافعي رحمه الله. الحنابلة قالوا: الوتر ركعة واحدة. وعن الإمام أحمد: وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة وسبع ركعات، كل هذا في هيئة في كيفية صلاة الوتر. ثلاث كالمغرب، ثلاث يفصل بينهم بسلام، ركعة واحدة، كل هذا ورد عن رسول الله وأفتى به الأئمة الأربعة. هذه كيفية صلاة الوتر. وقته، وقت الوتر بالكسر عند الحنفية هو وقت العشاء. وقت عند الحنفية هو وقت العشاء. وعند الجمهور، عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. إذن عرفنا، علمنا حكمه، كيفيته، وقته، الدعاء أو القنوت في صلاة الوتر. الدعاء أو القنوت في صلاة الوتر. قال الحنفية: يقنت في صلاة الوتر في الركعة الثالثة فيكبر بعد الانتهاء من القراءة ويرفع يديه ثم كرفع الافتتاح، ثم يقنت في الركعة الثالثة. وافق الحنفية الحنابلة وقالوا: القنوت في الركعة الواحدة، القنوت في الركعة الواحدة في جميع السنة. إذن الحنفية والحنابلة قالوا: الدعاء في الوتر في جميع السنة. أما المالكية والشافعية فقالوا: أن الدعاء في الفجر فقط. واستحب الشافعية أن يكون الدعاء في الوتر في النصف الأخير من رمضان. إذن الدعاء القنوت في صلاة الوتر الحنفية قالوا في جميع السنة، ومعهم الحنابلة. أما السادة المالكية ومعهم الشافعية فقالوا: الوتر في الصبح. وقال الشافعية: يقنت في الوتر في النصف الأخير أو في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك. تعريف الوتر: حكمه، كيفيته، وقته، الدعاء. أما الأدلة، هذا على سبيل الإجمال، ونذكر الأدلة أيضا بإذن الله على سبيل الإجمال حتى يتضح الأمر وتتضح أن هناك سعة في الأخذ في هذه المسألة. والأدلة على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
وخرج أبو داود عن أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وهو حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان والطبراني والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. وخرج أبو داود أنه كان يوتر بسبع وتسع وخمس. وخرج عن عبد الله بن قيس قال: قال قلت لعائشة: بكم كان رسول الله يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة ركعة. هذه أحاديث، وهذه روايات، وهذه أدلة وردت في صفات وفي عدد الوتر الذي كان يوتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المغرب وتر صلاة النهار، المغرب وتر صلاة النهار.